في بعض الدول، معظم الدول يسمون التليفون البوكو ام 3 برو، في الشرق الاوسط نسميه البوكو ام 3 برو. خلينا نشوف شنو داخل العلبه. السلام عليكم طيبين، انا خليفه الهارون، معروفكم السكيون مع رقمي تي في، وفي يدي هاتف من شركه بوكو. حصلنا على التليفون من شركة انترتك، واحنا نشكرهم للجهاز علشان نقدر نفتح العلبة ونراويكم شوي اكثر عن التليفون الجديد من بوكو. انزين، فعندنا البوكو ام 3 برو. قبل ما نبتدي اقول لكم من الحين، ها، سعر التليفون 820 ريال او بالدولار 225 دولار. طبعا يعتمد على بلادكم، ولكن في الشرق الأوسط أو في الخليج تقريبا 820 ريال. أقول لكم من الحين أيضا، إذا تشترون التلفون مسبقا تحصلون على سماعات لاسلكية الميترو وارلس إيربادز. أوكي، خلينا نشوف شنو داخل العلبة. ولعلمكم، إذا أنتم تبون السماعات اللاسلكية بنحط لكم لينك في أسفل الفيديو علشان تشترون الجهاز من شركة انترتك. والله فلها، وصلنا الى المرحله ان نقدر نشتري تليفون تقريبا 200 دولار مع 5G، مو بس 5G، دول 5G. المهم خلينا نشيل اللزقه. اي ساحر. نشوف انه كاتبين ايضا من الاسفل ان هاي باللون الازرق، عندنا 6 جيجا من الرام و128 جيجا بايت من الرام او الذاكره. انزين، فخلنا نعدل في الست شوي، لان لون بوكو اللون الاصفر شي حركات تتش اللذة. انزين، فنشيل الغطاء. وترى لعلمكم الجهاز نفس ما قلت لكم مع 6 جيجا و128 هاي ال 820 ريال، بس عندهم موديل ثاني مع 4 جيجا من الرام او 64 جيجا بايت من الذاكرة. نشيل العلبة ونلاحظ ان داخل العلبة شعطنا، عندنا الابرة علشان نقدر نشيل الشريحة، عندنا استيكرات بوكو، عندنا الدليل السريع، عندنا السيفتي، عندنا الضمان، وايضا عندنا كيس مصنوع من الربر والكيس شفاف. اوكي، نحط كل شيء على جنب ونشوف التليفون باللون الازرق. كاتبين باقي المواصفات من ناحيه المعالج، عندنا الميديا تك ديمنسيتي 700 مع الدول 5G 7 نانومتر. تشوفون من ناحيه الشاشه 6.5 انش 90 هرتز فول اتش دي بلس دوت ديسبلاي. وكاتبين ايضا دايناميك ريفرش ريت، معناته بيغير بين سرعه تحديث الشاشه مع 90 هرتز او 60 هرتز. من ناحيه حجم البطاريه 5000 ملي امبير، يشحن 18 واط. وايضا عندنا 48 ميجا بكسل اي اي تريبل كاميرا، ثلاث كاميرات، عندنا اللي هو الماكرو، وعندنا الدبث من الخلف، عندنا شوفوا اللون ويذكرني في، بقول لكم بعدين. اوكي، ايضا لو احنا نشيل هاي نشوف ان عندنا الكيبل او الواير يو اس بي سي الى يو اس بي، عندنا الشاحن. زين، الحين وقت احلى احساس، شيل اللزقه. اوه، اللون جميل، وشوفوا شلون الاسود من على جنب يذكرني شويه في بورشه. خلوني اشيل هاي ستيكر. واو، فتتذكرون لما انا سافرت الى ام دبليو سي وشفنا هاتف من ال جي كان يسمون اللون المراكن بلو او الازرق المغربي؟ قلت لكم هاي افضل لون ازرق شفته في حياتي. ترى هاي شابه المراكن بلو الازرق المغربي، اعتقد اللون وايد حلو. طبعا الخلفيه مو مصنوعه من الزجاج، من البلاستيك، بس جميل. انزين، فخلنا نشيك التليفون شوي اقرب. من الخلف تشوفون عندنا الحركه، يعني عندنا جزء باللون الاسود يحاول يخش الكاميرا، بس اقول لكم ان الكاميرات ما يطلعون على برا وايد. اوكي، على اليمين تشوفون عندنا ازرار عشان رفع ونقصر في الصوت، ايضا عندنا زر الطاقه، زر فعلي، وهاي سكيورتي البصمه ايضا. من ناحيه السرعه خلينا نجربه. لحظه، الجهاز سريع، تفضلوا تقدرون تشوفون سرعة الأنلوك سريع. انزين، على اليسار ما عندنا أي أزرار نهائيا، ولكن عندنا المكان عشان نركب شريحة. خلينا نشوف كم من شريحة نقدر نركب، ونقدر نركب شريحتين أو شريحة مع مايكرو اس دي. أيضا من الأسفل تشوفون أن ما عندنا انحناء يعني في الزوايا مثل الجوانب، ولكن من الأسفل مسطح. عندنا الميكروفون الرئيسي، عندنا المنفذ USB-C، وعندنا السبيكر.
وخلنا نشوف إذا إحنا عندنا ستيريو سبيكرز ولا لا. بعدين من الأعلى أوه عندنا عدة سنسورات، أيضا عندنا فتحة ثانية هاي للميكروفون الثاني، أيضا عندنا منفذ السماعات الخارجية 3.5 مليمتر، وتلاحظون أن التلفون نحيف جدا وقدرون يحطون هالمنفذ. من أمام التلفون تلاحظون عندنا الهول بانش الكاميرا الأمامية، والكاميرا 8 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 2.0. عندكم النايت مود، عندكم سلو موشن، وعندكم شيء يسمونه تايم بيرست وموفي فريم. من الأعلى بتلاحظون عندنا السماعة للمكالمات، أيضا عندنا الشاشة 6.5 إنش وهي LCD Full Dot Display، وأيضا بتشوفون من ناحية سرعة تحديث الشاشة نفس ما قلت لكم 90 هرتز. ولو نروح إلى الديسبلاي تلاحظون أن اختاروا 60 هرتز وإحنا لازم نفعل 90 هرتز. ونرجع من أسفل الشاشة بتلاحظون أن عندنا حنش بسيط، ولما أنا قلت لكم أن إحنا عندنا Dynamic Switch ترى يحول بين 90 60 50 أو 30 هرتز، وهي علشان يساعد في عدم استهلاك البطارية. من ناحية الريزولوشن 2400x1080، من ناحية قوة الإضاءة 400 نتس، ولكن يوصل أيضا 500 نتس لما إحنا نطلع برا حق فترات بسيطة. عندنا الريدينج مود علشان نقدر نخلي الشاشة تكون شوي باللون الأصفر أو الإضاءة ما تكون قوية أيضا، وهي يساعد علشان ما نعور عيوننا لما إحنا نرقد. شوفون شلون اللون صار أصفر. من ناحية الزجاج اللي من أمام التلفون مصنوع من الغوريلا غلاس 3، من ناحية نحافة التلفون 8.92 مليمتر، والوزن 190 جرام. إنزين فخلنا نرجع للكرسي ونتكلم شوي أكثر عن البوكو M3 Pro. إنزين فغير كل الأشياء اللي أنا ذكرتها أيضا عندنا طبعا واي فاي 2.4 جيجا هرت ويدعم أيضا 5 جيجا هرت. هل إحنا عندنا الـ NFC؟ نعم. هل إحنا عندنا بلوتوث؟ نعم عندنا بلوتوث 5.1، وأيضا عندنا الليزر عشان نتحكم في التلفزيون أو IR بلاستر، وأيضا عندنا راديو FM راديو، بس لازم تركبون طبعا السماعات عن طريق المنفذ. إنزين فخلنا نتكلم أيضا عن الهزاز. استغربت لأن عادة في هالفئة الهزاز زبالة يعني يعور الأذن واليد والإحساس مو حلو، بس الإحساس حلو مع هالتلفون مو ممتاز. ولا تنسون أن ما نتوقع أفضل الأشياء في هالجهاز في هالفئة 820 ريال، بس حلو. النظام اللي في التلفون أندرويد 11، وأيضا عندنا طبقة MIUI 12. غير سكيورتي البصمة تقدرون تستعملون صورتكم علشان تفتحون التلفون، بس أنا أفضل سكيورتي البصمة. الشاشة مب أولد، ولكن نقدر نفعل دارك مود. بعض الشركات ما يخلونا نفعل دارك مود إلا مع أولد، فحلو أن عندنا الاختيار. عندنا ثلاث عدسات أو ثلاث كاميرات. الكاميرا الأولى 48 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 1.79. من ناحية الكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل، هاي للماكرو إذا نبي نصور بالقرب، وأيضا هاي 2.4 من ناحية فتحة العدسة. الكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل وهاي الدبث سنسور، وأيضا فتحة العدسة 2.4. طبعا كنت أتمنى لو كان عندنا عدسة واسعة جدا. بتشوفون أيضا أن عندنا سنسورات وعندنا الفلاش وكاتبين AI Vision لأن عندنا AI أو الذكاء الصناعي. الحين خلينا نجرب الكاميرا، براويكم بعض الصور علشان تشوفون جودة الهاتف. إذا أنت تحب تصور فيديو تقدر تصور 1080p يعني Full HD 30 فريم في الثانية مع الكاميرا الرئيسية. وإذا نقلب الكاميرا للكاميرا الأمامية خلينا نشوف السيتينجز أيضا Full HD 30 فريم في الثانية. إنزين الحين قاعد أصور نفسي مع الكاميرا الأمامية، اسمعوا صوتي، إيش رأيكم في الألوان، إيش رأيكم في الوضوح. لا تنسون Full HD 30 فريم في الثانية. قاعد أتحرك، قاعد ألف وأدور، إيش رأيكم؟
وأيضا عندنا كل تطبيقات جوجل. أوكي، فعندنا سماعة واحدة رئيسية من أسفل التلفون ومو بستيريو سبيكرز. إنزين، فهاي بس نظرة سريعة للتلفون، وأبي أسمع منكم إيش رأيكم في شركة بوكو، وهل أنتم جربتوا أجهزتهم؟ قولوا لنا في أسفل الفيديو علشان نتعلم من بعض. ويا الغاليين، إذا عجبكم الفيديو عطونا لايك، إذا ما حبيت الفيديو بس حبيت الجهد عطونا لايك، وإذا تبون تشوفون آخر الفيديوهات في أسرع وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب. ودائما أقول لكم في كل فيديو، شكرا 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 للغاليين، أنتم من أطيب الناس وتساعدنا علشان نستمر وعلشان نسوي هالأنواع من الفيديوهات. وإذا عندكم أي سؤال عن الهاتف وتبون نسوي مثلا مقارنة أو تقرير شامل عن الجهاز قولوا لنا. بس أرد أقول أحب اللون، لون وايد حلو. مع السلامة.